كيف انت بمني احلى شيء في العالم يا فايز. يا هلا والله حياكم الله بقناه رجل الضخم. جانا لكم بتحدي جديد. ايوه يا شيخ ايوه. قبل لا نبدا لا تنسى زر اللايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. يا سلام. قبل ما نبدا ابطل سورة الفاتحة عشان ربنا يبارك لنا في الحلقة. ما شاء الله تبارك الله. دقيقة فايز كنترول دخلنا على وضعية قراءة القرآن. تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. صفق بالله عزيزه. كذا الله يبارك لنا في الحلقة إن شاء الله. ادعمونا بأحلى لايك وانشروا المقطع في كل مكان وكذا نبدأ الحلقة. الله أكبر يا ولد انت جايب ايش هذا يا فايز؟ بابا هذا الكرتون فيه اغراض مستوردة. يعني هذا الصندوق جوته اغراض مستوردة؟ ايوه. يا سلام. خلاص بما انه في صندوق راح تدخل يدك وتختار منتج واحد يا فايز. يلا نبدا الجولة الاولى. يلا يا زيزو مين يبدا اول انت ولا انا؟ انا. لا نبدا حجرة ورقة مقص. يدك قدام لو سمحت. حجرة ورقة مقص زي بعض. حجرة ورقة مقص. يلا انت اللي تختار اول. انت صندوق. يا سلام. اصبر يا غشاش بدون غش. يلا يا زيزو دخل يدك بدون ما تدخل وجهك. اختار منتج. منتج واحد. واحد. اثنين. يا سلام نشوف ايش طلع لك يا زيزو. اوه احلى شيء في العالم يا فايز. هذا اسمه شيء حصد الارواح. ايوه اعطيني اعطيني اعطيني. لا 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 اهدى اهدى سيب انت تستطيع في حاله وانت دحين فايز. هذا الحار لو اكلته راح تعور بطنك. فخلينا في السيف سايد وفي السليم يا صاحبي وناخذ منتج ثاني. ايش رايك؟ لا لا خلينا اكل الحار. لا 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 لا, 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 لا. اسمع كلام ابوك يا ولدي. خلينا نختار منتج ثاني. اي خلاص نختار منتج ثاني. نختار منتج ثاني. شيبس حظ الروح جماعه الخير. هذا يحتاج له انت تستطيع بريطاني بطران رجل وسيم. يعني يحتاج له ناس اقوي عرفتوا. هذا نطلعه على جنب مو المسكين ذا اللي ياكله. نختار منتج ثاني. يلا فايز اختار. لا طالع غشاش. اوكي يلا. يا سلام. ها طمني ايش طلع لك؟ ايش طلع لك؟ اوه طلع له شيتوس مستورد يا جماعه الخير. متحمس تجربه؟ ايوه. يا سلام. نجيب سكينه. انتبه مني. بابا ايش يعني انتبه مني؟ انتبه مني يعني شيل يدينك. شيل يدينك حطها وراك واتفرج بس لانه مره حاده. واحد ثلاثه. اوه يا سلام. كيف فكتها على طول يا جماعه الخير عشان كذا اسمها انت مني. على طول فكت المنتج. واو. أوه. جاهز يا فايز؟ جاهز. يا سلام. خذ حبه. انت تستطيع. رجل الضخم جلاد الخصم. ايش رايك في المنتج؟ فنان. صراحه جماعه الخير لونه يخوف. لونه احمر ويخوف. لونه احمر ويخوف بس هو ما يخوف. يخوف ما يخوف طعم. والله رهيب يا جماعه. حار ولا محار؟ محار؟ ما شاء الله عليك يا ولدي والله حار. في له شويه حراره. حار؟ بس حار شويه. حار شويه؟ بس حار شويه. راح؟ نعتمدوا. الجوله الثانيه. يا سلام. يلا يا اخوي الجوله الثانيه. يلا دار مين يبدا؟ حجر رقم قص. كيف حجر رقم قص؟ تستهبل؟ كيف حجر رقم قص؟ انت الجوله الاولى انت اخترت الحين دوري انا اختار. بلا غش. يا سلام. دوري اختار يا غشاش. قال لك ايش حجر رقم قص؟ راح ارفع الكرتون كذا واختار عشان لا تقول انا غشاش. اختار؟ اختار. يا سلام. الله هنا. اوووو بيتزا بنكهة البيبروني. وربي فعلا شيء مستورد وجديد. نفتح؟ يلا نخش على البيبروني. بس المرة هذه مو بيتزا. فصفص. انتبه مني انتبه مني جيب سكينة. انتبه مني. يلا شيل يدينك. انتبه مني شيل يدك بسرعة. ايوه تعجبني. الرمل هي طايرة. بس استنى هذه ما يحتاج سكينة. انتبه مني يا ولد. سلام. جيب الصحن.
نخش على فصفص الببراوني. نفسي اجرب. يا سلام. نجرب الفصفص. بام بيتزا. هو صح يا جماعه الخير تاكل فصفص بنكهه البيتزا. البيتزا ببراوني. انت من وين جبت الاغراض هذه؟ طلبت من الجوال. بالجوال ها؟ بابا توريني الموقع هذا مره بطل. في نهايه الحلقه حقول لك. صراحه غريب بس لذيذ. ودينا على الجوله الثالثه يا معلم. الجوله الثالثه. سلام، مين اختار الاول؟ انا. ليه؟ مين اللي بحجر رقم قص؟ انت اختار في الجوله اللي قبلها. اللي قبلها؟ ايش؟ اللي قبلها. اللي قبلها؟ قصدك اللي قبلها؟ يلا اوكي صح، انا اخترت الجوله اللي قبلها، الحين هو يختار. يلا يا زيزو، يلا يا زيزو اختار بدون ما تغوش. اوكي بدون ما تغوش، بدون ما تغوش. اوه طلع لك كوكيز يا فايز، كوكيز من شركه هيرشيز. اوه والله هذه انا الشركه مره احبها، ومسوين كوكيز خاص فيهم كمان. هذا يعني انا احس هذا المنتج اسطوري. بسم الله. خرجت مكسوم ونص. خد زيزو جرب وقول لي رايك. فنانة. صراحة اعطيه 6 من 10 او 5 من 10. انا صراحة احب الكوكيز اللي يكون داخله قطع شوكولاتة، هذا داخله قطع فانيليا، ما جاز لي صراحة. اديه 6 من 10. فايز كم تعطيه؟ 10 من 10. اكيد طبعا، اي شيء فيه له حلويات 10 من 10. اعرفك يا ولدي، انتم الصغار اعرفكم، اعرفكم تحبوا الحلويات قد الدنيا. نروح الجولة اللي بعدها. الجولة اللي بعدها. ودينا على الجولة اللي بعدها يا معلم. الجولة الرابعة مسوي 5. حلو حلو. انت تروح الروضة ايش تسوي انت؟ أدرس. تدرس؟ يا سلام عليك، تدرس. علموك هذا رقم كم؟ 5. يا سلام، وهذا رقم كم؟ 3. حلو حلو. الروضة هذه بالله قول لي ايش اسمها؟ عشان انا بروح ادرس فيها. فيها حروف. فيها حروف؟ هذا رقم كم؟ 1. يا سلام. 2. يا سلام. 3. يا سلام. 4. فيصير الجولة الكم هذه؟ 5. حلو حلو، استمر استمر في الروضة هذه. صدق ايش اسم الروضة هذه؟ ضحكت عليك ما دخلت الروضة. إذا كذا معذور يا جماعة الخير. يلا خلونا نختار. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت يا سلام. الاستوديو حقي؟ لا. ها؟ لا. مين كسره؟ أنت. يا الله. يلا يا معلم خلينا نختار. بسم الله. الله. أوووه شيبس بنكهة الطعمية. هذه جديدة، جيب سكينة، انتبه مني، ايش يعني تسوي؟ يا سلام تفهم. بسم الله. واو 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 واو، يلا زيزو تعال جرب. البسكوت هذا بالطعمية بالبيض. والله يا جماعة الخير فعلا طعم طعمية، كيف لا تسأل. والله يا جماعة الخير أول ما تشوف الشيبس ممكن تقول إيش؟ إيش تسوي؟ وريهم وريهم يا حبيبي وريهم. والله يا جماعة الخير الشيبس هذا أول ما تشوفه تقول لا مو طعم. نكهة طعمية للأمانة والله أسطوري. والله حبيت. بتعرف خلطة اللبن بالبهارات اللي تسووها كذا جنب خلطة الشيبسات؟ والله لو تاخذ 100 كذا تخميسة والله يكون ولا غلطة. عجبك يا زيزو؟ عجبني. صراحة حتى أنا اللي بعده يا عبدو. انت ليش اخذ كلام ابو فيصل انت؟ عشان اتابعه. ممكن هو مو سامح تقول الكلام هذا، ما تاخذ كلام مو كلامك، اوكي؟ اوكي. ريسبكت. ودينا على الجوله اللي بعدها، وديني الجوله الخامسه. الجوله كم؟ الخامسه. تعجبني، كم اشوف رقم 5 كيف؟ ايوه كذا انت شاطر، ريسبكت، اوكي؟ فوق. اختار يا زيزو بدون ما تغش، بدون ما تغش. ايوه تعجبني، الغش هذا خليه للبريطاني، انت لا تغش. اوه ايش طلع لك يا فايز؟ اوه طلع له مخلل يا جماعه الخير، برضه مستورد ونكهه جديده، انا متحمس اجربها، وانت؟ متحمس اجربها. يا سلام، يلا فك ونشوف. انتبه عليه. ما يحتاج تجيب السكين، هذه فيها لها ايش؟ فتحه من هنا. يا سلام. ايش الريحه ذي يا جماعه الخير؟ في ريحه؟ مخلل. مخلل؟ يلا نجرب يا فايز. صراحة يا جماعة الخير أول مرة أشوف مخلل أحمر، الله يستر. يلا فايز تجرب أنت أول. يلا فايز أول. يمين. يمين؟ قول والله. والله. يلا خلينا نجرب. بسم الله. لا المخلل بطعم الحلاوة يا جماعة الخير، والله جديدة. حلاوة.
والله حلوه حمرا، والله صراحه حبيت. انا لما انا كنت احسبها سبايسي. مخلل بطعم الحلاوه. متخيلين يا جماعه الخير مخلل بطعم الحلاوه؟ صراحه منتج جديد بس رهيب. كم تقيمه من 10؟ رهيب. رهيب؟ والله رهيب. بص للامانه صراحه يا جماعه الخير للامانه اول مره اجرب مخلل بطعم الحلاوه. هذا انصحكم فيه يا جماعه الخير. وبكذا وصلنا لنهايه حلقتنا، لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وزر المقطع في كل مكان. في كل مكان. انا اعتذر يا جماعه الخير ما قدرت انزل حلقات، كان عندنا شويه شغل انا وفايز. حتى انت كان عندك شغل صح؟ صح. عندك شغل؟ عندك شغل ها؟ ايوه. ما عندي شغل غير انه يجنني الله يحميه. وبكذا كانت نهايه حلقتنا، لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. نبغى اقوى دعم عشان نستمر وننزل لكم حلقات اسبوعيه، واذا عجبتكم الحلقه هذه اكتبونا تحت في الكومنتات نسوي لكم منها جزء ثاني، ولا تنسوا تضيفوا حساباتي حصلوها تحت صندوق الوصف، سناب انستغرام تيك توك، راح تنوروني وحب عظيم لكم جميعا. باذن الله راح نستمر، نحتاج دعمكم واقوى لايك ينشر المقطع في كل مكان، ونشوفكم على خير.